من يعرفون أن الدولي السابق ولاعب المغرب التطواني حاليا تقلد مهمة الرئيس الشرفي للشباب السلمي خلال هذا الموسم، خطوة محمودة توضح في الملموس تمسك المباركي بالجذور. بطبيعة الحال فأي واحد كيكون ابن المنطقة ولا كيبغي يساعد الفريق اللي كيكون في ذيك المنطقة اللي تزاد فيها، فالناس ديال بحكم يعني ولد منطقه وداكشي، فالناس المسؤولين ديال الشباب السالمي فعطوني هاد السيفه ديال انني نكون رئيس شرفي. بالنسبه لي انا الحمد لله يعني هذا شرف كبير انني نكون رئيس شرفي ديال الفريق ديال المنطقه اللي انا كنتمي لها، فهذا الشيء ما نقدرش نقول لك انني نقدر نختم المشوار ديالي الفريق الشباب السالمي، ولكن كنظن يعني بالنسبه لي انا